احنا رايحين السعوديه برضو، فلازم نبقى شويه بندور على الحاجه المحتشمه اللي ما يبقاش مع الكالتشر. بس انت شايفه ان كل الناس عملوا كده؟ لا طبعا، في ناس كانوا يعني زياده عن اللزوم قوي. مش معنى ان السعوديه تفتحت قوي، بس لا. معانا بقى دلوقتي نديم نجيم. نديم يعني بصي جميله، هي شخصيتها دايما بتبقى هي طاغية عن اللي هي لابساه. هي واضح ان في حاجه معرفش ايه هي مضايقاها، لان حتى هي الميك اب، هي اللي عملته لنفسها سيدريك الستايلست هو اللي كان ملبسها. بس هي عامله ميك اب حلو ولا ايه رايك؟ يعني مش هو حلو حاجة. بس هي كان باين ان الفستان مش واخد منها، مش مزودها. الفستان ستايل لبست زيه كده مثلا بالظبط، مع انه حد معمول زهير مراد على ما اعتقد اللي عملها الفستان، وهي بس زودت عليه البلت. بس هي كان ممكن تلبس حاجه اقوى من كده، وبالذات شعرها. هو احنا بنبص على شعرها ما كانش معمول حل؟ لا يعني ممكن لو كانت رفع شويه كان اداها عشان الديكولتي كله مقفول. بالظبط، حطت مانيكير لون قوي بردو مع روج قوي اكتر، كان يدي الموضوع غنوة أكتر. خاصة إنها شخصية هي اللي بتدي قيمة للحاجة اللي هي لابساها. بالظبط. زي ما احنا بنتكلم، مش دايما الفستان مناسب لشخصيتي ومش مناسب للايفان بتاعي، مع ان هو هايل. بس مش احلى حاجه عليها. احنا متوقعين منها دايما الاحلى والاقوى. دايما بتبقى بوم. يعني حاسه ان ما عملتش البوم في جويا ويرز 2024. بالظبط. طيب معانا صوره كمان للصوره اللي جايه لشيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب وحشتنا جدا، رجعت بعد غياب طويل. يعني كان ليها اطلاله كده مميزه على المسرح، ولكن هل الفستان شيرين عبد الوهاب كان مناسب لجسمها؟ لا خالص. يعني ده خطا كبير برضو تاني لسيدريك ستايلست معاها. الميك اب كان يجنن، هال عجم كان هال عجم كان خطيره. الفستان عندنا مشكلتين فيه. اول حاجه ان احنا لا، مش احنا دايما زي ما قلنا من شويه، احنا بنبص على الحاجه اللي ورانا، الخلفيه اللي ورانا، الستيج بالموديل اللي الناس اللي بترقص معاهم لابسين اسود في جولد في احمر، فهي تحسي انها تايهه في وسطيهم، مش باينه خالص. بالزبط. الفستان نفسه هي مليانه من فوق وصدرها عريض، الكتاف مبين عرضها جدا. هي خست جامد جدا، وفي كذا لوك تاني، لكن اللوك ده او الدريس ده مبين انها تخينه مش عن الاول. مع الاسف. مع الاسف. يعني كنت تحبذي انها لا تبقى لابسه حاجه ساك او حاجه ليها وحاجه يعني وسطها باين اكتر جسم، مش بالخطوط اللي بالعرض دي بتعرض بشكل فظيع كبير مع الكمام. يعني انا لو عامله ايدي كده الاوف شولدرز دول كنت حاسه انا لو عامله ايدي بيعرضوا. بالظبط، مش بس الاوف شولدر بس اللي بيعرضوا الحته المكسوره. انا لما ببقى فاتحه هنا مساحه كبيره قوي، انا لو عامله ايدي كده بينت وسطي، لكن انا وعامله ايدي كده بلوك هتحسي انه هتحسي ان بلوك حاصله. ده اللي كان حاصل، بجانب زي ما قلت لك الاير دايركتور مع الستايلست مع الخلفيه اللي حاصله، هي ما كانتش باينه لولا ان شخصيتها طاغيه على المسرح وروحها. واحنا وحشانا جدا. فاللي بتعمله كله احنا قابلينه. أيوة. هي كان بالنسبه لنا شيرين. ايوه فعلا، وهي كانت وحشانا جدا، ولكن يمكن الدريس ما كانش احسن حاجه. ان شاء الله نستنى لوكات احسن الفتره اللي مع جاي. انه فالنتينو بس مش لازم معنى انه فالنتينو يبقى لايق علينا. طيب معانا دلوقتي الفنانه ميرنا جميل، وكانت لابسه فستان اسود مع ده جاكيت او ايه.